مقتل الصحفي جمال خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس. من هناك طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بمحاسبة المسؤولين. من غير الممكن أن يقبل العالم الإسلامي أو العالم بأسره بأن لا يتم الكشف عن جميع المسؤولين عن هذا القتل الوحشي بدءا من أولئك الذين أعطوا الأوامر بذلك وصولا إلى من نفذها. ليس في نيتنا أبدا إلحاق الضرر بالسعودية أو بالعائلة المالكة، ونعتقد أنه من مصلحة المملكة أن يتم الكشف عن جميع حيثية الجريمة وأن يتم محاكمة جميع المسؤولين. ذات المطلب حمله أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي. نأمل كلنا توضح الحقائق حول قضية خاشقجي، كما نحتاج إلى تحقيق موثوق به على المستوى الدولي. رئيس الوزراء الكندي الذي فرضت حكومته عقوبات على سعوديين على خلفية مقتل خاشقجي تحدث أيضا في القضية مع ولي العهد السعودي. تحدثت مباشرة إلى ولي العهد وأطلعته على مخاوفنا والحاجة إلى إجابات أفضل حول مقتل خاشقجي. خلال اجتماعها مع محمد بن سلمان طالبت أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي ولي العهد السعودي باتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي.